سيتوج بواحد المسيرة أو واحد التظاهرة في المنطقة الحدودية جوج بغال اللي احنا كنفتشوا على تغيير هذا الاسم اللي ما كيعكسش النوعيه ديال العلاقه اللي جمعت ما بين الشعبين الشقيقين المغربي والجزائري. وبالتالي كان من المرتقب انه تنظم هذه التظاهره الكبرى برئاسه الامين العام في هذه النقطه الحدوديه، ولكن الى حدود الان لم نتوصل بالترخيص، وبالتالي الا ما نتوصل بهذا الترخيص سنكون مضطرين للقيام بهذه التظاهره في مكان اخر. ربما قد تكون هناك دواعي أمنية أو دواعي غير مبررة لعدم الترخيص، ولكن احنا مازال متشبتين بمطلبنا في تنظيم هذه التظاهرة، ولكن خدينا البدائل في حالة أنه ما توصلنا شيء بهذا الترخيص، لأنه هذا الشيء كيتطلب تعبئة. هذا لا يتعلق الأمر بتظاهرة سيشارك فيها غير حزب الاعتقال، سيشارك فيها حزب الاعتقال وجميع المتعاطفين معه، وكان من المقدر أن تحضرها فئات كبيرة تناهز 20-25 ألف من الحضور. وبالتالي هذا الشيء يتطلب ترتيبات، يتطلب تنظيم، وبالتالي كننتظروا أنه نأخذ الترخيص، وفي حالة ما تعطيناش الترخيص السلطة كتبقى مسؤولة على ذلك، غادي نحاول ما أمكن نضموا التظاهرة ديالنا برئاسة الأمين العام اللي حن اليوم على مدينة العيون في مكان آخر إن شاء الله الرحمن الرحيم.